من أسباب دخول الجنة بناء المساجد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيا أيها الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وبارك الله في كل كلمة نقولها وتسمعونها، ورفقتكم السلامة، وحفظكم الله من كل سوء ومكر. المؤمن في هذه الدنيا يسعى في مستقبله، وأعظم المستقبل المستقبل الأخروي، والحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة. والواحد إذا دنا أجله يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فهو يعلم علم اليقين بأن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. والمؤمن يسعى في دخول الجنة ويبحث عن الأسباب في ذلك، ومن أسبابها أو من أسباب دخول الجنة بناء المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. في رواية: بنى الله له مثله في الجنة. لمجميع واحد يسعى في بناء مسجد ويخلص عمله لله، قال: يبتغي به وجه الله. شي يبنيه باش يشوفوه، ولا باش يدير اسمه في المسجد، ولا باش يظلم الناس في المسجد، ولا باش يولي هو الآمر ناهي في المسجد، لا، وإنما يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمع، مشي يحبي يوري روحه ولا يسمع بروح الناس، بنى الله له بيتا في الجنة. فبيوت الدنيا تختلف، وكذلك بيوت الجنة تختلف، لكن هذا البيت في الجنة هو أفضل من البيوت في الجنة. بنى الله له بيتا مثله في الجنة. فكما أن الجنة، كما أن المسجد هو أفضل بيوت الدنيا، فكذلك يكرم الله تعالى من بنى لله مسجدا. ولو كان هذا المسجد كمفحص قطة، لو كان يكون كما العش تاع الزاوش ولا العش تاع الحمامة أو شيء من ذلك، لو كان يقدم الشيء اليسير يمد 100,000 باش يشريو كراسيم ولا يشريو 15 بريكة أو شيء من ذلك. فيبني الله جل وعلا لمن بنى مسجدا في هذه الدنيا بيتا في الجنة. ولو قدم اليسير، مش الشرط يبني المسجد من بدايته إلى نهايته، يعني يسمع حمرام يديروا في إعلان على السيمان ولا على الجرافيو ولا كذا، يمد ما تيسر، عنده 1,000,000 يمد منه 100,000، فيكون له بإذن الله تعالى أجر بناء مسجد. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا الأجر والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة، والحمد لله رب العالمين.